اخبار بقى النادي الاهلي، اخبار النادي الاهلي. كابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط في النادي الاهلي ادى الضوء الاخضر، ادى الضوء الاخضر للمرحله القادمه، لان يكون في لعيبه مش موجوده في النادي الاهلي. افتتحوا بكهرباء وكمان في لعيب اخر. افتتحوا بكهرباء وقالوا ان كهرباء لو جاله عروض ان كهرباء يعني هيبص على عروضه. بواليا قال ان هو ممكن ما يكونش موجود السنه الجايه في النادي الاهلي، ولو جاله عرض ممكن النادي الاهلي يوافق على عرض بيعه. واحد يقول لي يعني كده لجنه التخطيط قالت على بواليا وكهرباء هنبيعهم؟ لا، ما قالتش هنبيعهم، قالت لو جالهم عروض هنبص عليهم. دول لعيبه مهمين في النادي الاهلي، ولعيبه ارقامهم كمان كبيره. ولكن في لاعب يقول لك انا قافل السكه، محمد شريف مش سامعك، علي معلول مش شايفك، محمد الشناوي مش اخد بالي، يعني انسى العروض. النهارده هو بيدي الضوء الاخضر لان انا ابص على العروض، لو جات عروض كويسه انا هبص عليها. فده خبر جديد، خبر جديد. طيب نروح مع دكتور